مسيرة لليوم العالمي ذوي الإعاقة. طبعا هو اليوم العالمي ذوي الإعاقة مرق بثلاث الشهر، بس شهر 12 معروف انه كله هو لذوي الإعاقة. فاليوم احنا عاملين كجمعية ياسمين الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة مسيرة وفعالية رح نتمركز فيها في مركز البير الثقافي. رح نمشي من هون من دير اللاتين مرورا بدوار المنارة لحد مركز البير الثقافي. رح نعمل عدة فعاليات مع اطفال، طبعا مشاركين معنا كشافات ومدارس وكمان بمساعدة الشرطة والمسعفين طبعا، وكل الشكر انهم وللبلديات. رح نعمل بمركز البير الثقافي فعالية صغيرة تتضمن رياضة علشان نفرج الناس انه هدول صح اطفال ذوي احتياجات خاصة، بس بيقدروا يشاركونا بكل مهارات الحياة اليومية من ضمنها الرياضة. رح نعمل عرض مسرحي احنا للاطفال. حبينا نشارك جمعية ياسمين الخيرية في يوم الاحتياجات الخاصة، تفعلنا معهم ورحنا على الجمعية، فرجينا الأولاد كيف إنه الإعاقة هي ما بتكون بالجسد، وإنه الشخص اللي بفقد أحد أجزاء جسمه ما بيكون معاق، إنه دائما هي المعاقة الإعاقة بالفشل وبالاستسلام،